مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير. نحييكم من هنا من ميدان سباقات الهجن العربية الأصيلة، في يوم من أيام الوطن، في يوم نجدد من خلاله العهد والولاء لقائد هذه المسيرة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه. كما نرفع أسمايات التهاني والتبريكات باسم اللجنة المنظمة لسباقات الهجن ورئيسها إلى قائد هذا الوطن وإلى كل الشعب وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة. بسم الله وعلى بركة الله. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة الأعزاء، أينما كنتم نحييكم مع انطلاقة أول أشواط مهرجان المؤسس مهرجان الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، حيث نحتفل ونحتفي بهذه الأيام المجيدة ونشارك أبناء الوطن فرحتهم بهذه المناسبة الغالية. لذلك يأتي هذا المهرجان ترجمة للتوجيهات السامية لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يحفظه الله ويرعاه. انطلقت المسيرة، الأول الشوط الخاص بالحقائق البكار الإنتاج، وجائزة هذا الشوط رمز في الانتظار، الشلفة الفضية. إلى جانب الشلفة هناك سيارة نيسان بترول ستيشن. من هو صاحب الحظ السعيد الذي سيتوج برمز هذا التحدي في ميدان التحدي؟ أبدأ مباشرة مع المركز الأول لأجد البويضة تقود المسيرة وتنطلق بكل ما أوتيت من قوة. إشهاب بن محمد بن علي الوهيبي ضيفنا العزيز القادم من سلطنة عمان الشقيقة، نرحب به كما نرحب بكل ضيوفنا الأعزاء بكل الأشقاء في ميدان الجميع. حصل دخول تسلل على 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 البويضة من قبل شفوف، هذه شفوف أحد الأسماء القوية وأحد الأسماء التي رشحت من قبل الخبراء. شفوف انطلقت وتقدمت نحو المركز الأول بقيادة علي بن محمد بن علي بن سويري المري. الانتقال على المركز الثالث لأجد المزن، يا سلام، علي بن حمد بن علي بن جرحب ابن المبتكر، يريد أن يبتكر اسلوبا ومنهجا له في هذا المسار. المركز الرابع تتقدم ارتياد، يا سلام، هذه ارتياد تتقدم الى ثالث المراكز عبد المحسن بن سالم الجربوعي المري. خامسا نجد التسلل من هناك، ابتهال، تتقدم الضيفة العزيزة القادمة من دولة الكويت الشقيقة. نبتهل مع ابتهال منصور بن علي بن راشد بن جهيم ينطلق معها في المركز الخامس. شوط الرمز، أول رموز مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. شفوف الآن شفاف الرمز، شفاف الصدارة، تحتل المركز الأول، تفرق الصفوف وتنطلق شفوف في زحف الزحوف. هذه شفوف إذن علي بن محمد بن علي بن سويري المري. المركز الثاني، هنا البويضة القادمة من السلطنة، يا سلام، ارتياد أيضا تتدخل في المركز الثالث. من المركز الثالث ارتياد، ترتاد المركز الثاني بن جبران يقدم ارتياد. مياسة تصل إلى المركز الثالث، مبارك بن محمد بن قطامي الفيده المري. الله، نقترب من الأمتار الخطيرة، نقترب من أمتار الحسم وما زالت الأمور هناك من مصلحة شفوف. شفوف إذن علي بن محمد بن علي بن سويري المري معها في المركز الأول. المركز الثاني يتقدم شعار بن قطامي على ظهر مياسة في ثاني التحديات، 1200 متر على
خط النهاية، على خط الوصول، على معرفة صاحبة أول الرموز. المركز الثالث يتقدم شعار بن جيم مع ابتهال. في المركز الثالث منصور بن علي بن راشد المري. رابعا أجد من هناك الفدى سعيد بن عبد الهادي بن سعيد الشهواني. هادي المضمرين يتقدم إلى المركز الرابع. عودة إلى المقدمة، عودة إلى الصدارة. الكيلو الخطير، الكيلو الأخير هنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام في شوط الرمز، شوط الشلفة الفضية للحقائق البكار الإنتاج. المقدمة ما زالت مع بن سويري، ما زالت مع شفوف. يتقدم بن قطامي مياسة على المركز الثاني، ابتهال على المركز الثالث. تحركت شفوف، يا سلام الرمز إلى أين؟ الشلفة، الشلفة. شفوف إذن المرشح الأقوى، تقترب شيئا فشيئا، تتحرك مياسة. مبارك بن محمد بن قطامي الفيده المري في المركز الثاني. الشلفة، الشلفة، الشلفة. الرمز الأول في مهرجان المؤسس. شفوف إذن انطلقت كما توقعها الخبراء، كما ظن فيها العارفون ببواطن الأمور. انطلق الشفوف إذن مع المركز الأول. الشراب في المتابعة ينهل، ينهل من موارد العز. يا سلام، لم تذق طعم الهزيمة، وها هي شفوف تنتزع الشلفة للحقائق البكار الانتاج. أول رموز المهرجان مع علي بن محمد بن علي بن سويري المري. والتوقيت الحدث المركز الثاني مياسة المبارك بن محمد بن قطامي الفيدة المري. المركز الثالث ابتهال منصور بن علي بن راشد المري. المركز الرابع جاءت فيه الفدى لسعيد بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني. والمركز الخامس كان مع مشرفة لطالب بن ناصر بن علي الغفران المري. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هكذا نجحت شفوف في انتزاع المركز الأول منطلقة كما توقعها الخبراء، منتصرة على كل الأسماء التي تواجدت معها في هذا التحدي. 20 اسما كانت على خط الانطلاق. انطلقت الأصايل بحثا عن الرمز. شفوف التي كانت حاضرة من بداية الانطلاقة، متواجدة في قلبي وسهم المعنى، قادها الشراب لانتزاع الشلفة الفضية. هذا بالإضافة إلى السيارة النيسان البترول ستيشن. قطعت مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء مسافة 4 كيلومترات في 5 دقائق 53 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لعلي بن محمد بن علي بن سويري المري على فوز شفوف، والتهانية لزيد بن محسن الشراب. المركز الثاني جاءت مياسة وتوقيتها 5 دقائق 55 ثانية. تهانينا لمبارك بن محمد بن قطامي آلف هيدة المري. أما المركز الثالث فكان من نصيب ابتهال التي قطعت المسافة في 5 دقائق 59 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمنصور بن علي بن راشد المري. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هكذا هي فرحتنا الكبيرة، فرحتنا العارمة بانطلاقة